نحن اليوم في إطار فعالية من نوع الرفيع تجمع جميع الفاعلين، الفاعل المدني، الفاعل الحقوقي، الفاعل الدبلوماسي، وأيضا منظمات دولية وبعض صناديق الأمم المتحدة أيضا، في مبادرة جديدة تفتح الأفاق واسعا نحو مستقبل العلاقات جنوب-جنوب. ونعرف أن المغرب قد خطى خطوة كبيرة في هذا الاتجاه منذ عقدين من الزمن، استراتيجية كبرى، سياسة ذكية أيضا وفطنة من أجل تعميق العلاقة مع العمق والبيت الإفريقي في واقع جد متغير على المستوى الجيوسياسي، بتموقع جديد، علاقات جديدة وشراكات جديدة. وكان المغرب دائما آخذا في زمام المبادرة في هذا الاتجاه. اليوم أيضا الفاعل المدني وبمبادرته وبجميع شركائه اليوم يفتح المنبر عاليا أمام الخبراء وجميع الفاعلين لتداول موضوع حقوق المرأة داخل إفريقيا، وبالخصوص موضوع الفتيات، من أجل يعني تمكين هذه الفئة التي دائما للأسف تكون الحلقة الأضعف في كل مسار كيفما كان، في وضعية سلم وفي وضعية نزاع، دعما لهذه الفئة فهي الأساس لكل تنمية مستدامة ولكل سلم وكل ازدهار. اليوم نحضر فيها الندوة الدولية حول تمكين وحماية حقوق الفتاة رافعة للتنمية في القارة الإفريقية، وهو مجال هذه الندوة سوف تكون فضاء لفتح نقاشات مع خبراء دوليين قادمين من مختلف الدول الإفريقية لتبادل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في مجال التشريعات الوطنية وكذلك في مجال حماية حقوق الفتيات الإفريقيات. هذا اللقاء هو سيكون فرصة لدعم التعاون جنوب-جنوب الذي بدأ منذ سنوات، ولكن لابد أن يكون تفعيله بدرجة أكبر ويكون العمل أكثر لإدماج حقوق النساء بصفة عامة والفتيات في السياسات الوطنية. ولعل الشركاء المنظمين لهذا اللقاء الهام من مؤسسات وطنية حكومية وكذلك مؤسسات دولية ومجتمع مدني لا دليل واضح على أنها مسؤولية مشتركة لتمكين الفتيات من حقوقهن وتعزيز حقوقهن في القارة الإفريقية.